اهلا وسهلا ومرحبا مشاهدينا الكرام، متابعين قناه سبتيفي. اليوم معنا ضيفه خاصه، هي لاعبه سابقه في المنتخب الوطني ولاعبه دوليه، والان هي فنانه كبيره غنيه عن التعريف. اليوم حنتواجدوا عند لاله فايزه، ضيوف عندها. تنشكر بعد اول حاجه على الاستقبال الحار اللي استقبلتنا، وتنقول لها مجددا الشكر. لاله فايزه، تنعرفوا بانك انت سبق لعبتي في مجموعه ديال الفرق على المستوى الدولي، ولعبتي في المنتخب الوطني، ولكن كانت الانطلاقة الرسمية ديالك تي من أبناء الجاليب، كانت في ألمانيا وجيتي للمغرب ياكي، ولعبتي مع واحد الفريق فاس. ممكن أنا ما ندخلش في التفاصيل، أنت غادي تدخلي في التفاصيل. أولا مرحبا بكم عندنا. أنا لعبت الكرة في ألمانيا من صغري، يعني بديت تمايا ودرت ديك 16-17 عام، رجعت انا للمغرب جلست واحد 4 سنين وتقيت بواحد الفريق اللي هو سميتو الصدقه الفاسيه، ومن تما تعزلت للمنتخب المغربي ولعبت مع المنتخب ديك 4 سنين وبقيت مشيت لالمانيا. جيت في حالتي شكون اللي كان وجه لك الدعوه؟ من عطينا غير المده والدعوه. عبد الرحمن السليماني هو وانا كنت اول وحده من فاس. كنت الوحيده تتولير؟ الوحيده تمثل. الوحيده اللي كنت كنمثل فاس. ولاش في ذاك الوقت ما كانوش لاعبات؟ لا تعزلوا شي لاعبات، كان شي 6 ديال اللاعبات ولكن ما بقاوش يعني ما نشوفش فاس. لا ما نشوفش فاس، بقيت غير انا. لاله فايزه، تنعرفوا انك انت يعني كنتي في المانيا، جيتي لهنا للمغرب، دخلتي الفريق ديال الصداقه، دوزتي واحد التيست، تعزلتي في لا سيليكسيون ديال المنتخب، لعبتي في المنتخب المغربي والمنتخب انذاك، وما ادراك ما المنتخب. جاورك مجموعه ديال اللاعبات منهم تيغانا، اللي كنتو نتوما من المؤسسين ديال كان اول منتخب، لا اول منتخب اللي غادي تاسس انذاك، يعني قبل ما يكون هذا، قبل ما تكون هاد الطفره وهاد النهضه وهاد التغيير اللي كاين. اخت فايزه، احنا سمعنا انك لعبتي في المنتخب ديال المانيا ديال الشابات. لعبتي فايزه هي سبق ليها انها حملت القميص ديال المنتخب المانيا. الوقت اللي ما كان ديك الساعات ما كانش عندنا، حنا ما كانش عندنا ديك الساعات منتخب ديال الشبان ديال البنات، ما كانش عندنا، كان عندنا الفريق الاول. وحبوا لعبات فريق بايرن ميونخ، مجموعه ديال الفرق الاوروبيه، وكانت وتختارت من ضمن احسن وسط ميدان انذاك ذاك الحقبه 2006 في اوروبا كامل، والوحيده اللي كانت تمثل الوطن العربي. ممكن هذه النقطه تزيدي تعطينا شي تفاصيل لاله فايزه؟ انا كنت اول لاعبه في المغرب، وحتى كنت تلعب انت تمثلي الوحيدة، تمثلي المغرب، تمثلي الوطن العربي، كنت الوحيدة تمثلي المغرب، تمثلي الوطن العربي. ذاك الوقت واش ما كانش ما تشوفيش ان البنات تلعبوا تحتفوا عربيات من مصر من الجزائر؟ كانوا معانا ولكن ما كانوش طرمين لي فيزيو ليا اسد بونسلي، كانوش توفقوش يعني. كنشوف مغربيات كنت دائما القدوه ديالهم، كيقولوا لي بغينا نوليو، كيفاش درتي كيفاش هذا. كنت كنعاونهم، كنبغي باش انهم حتى هما يكونوا بحالي ويلعبوا في بروميير ديفيزيون. شحال البوست كنت لعبتي فيزا؟ انا لعبت بزاف ديال، لعبت في وسط الميدان، لعبت في الهجوم ديال السعود، كنت كنمرضي بزاف. كنت واخا كنلعب في وسط الميدان كنت كنمرضي، وكان المدرب حطني في المنتخب، حطني في السعود، ومن تما لقيت راحتي في السعود. دابا كي تشوفي دابا هاد كيفاش يجيك المنتخب النسوي، وكيفاش يجيك هاد التغيير، نشوفوا هاد الاهتمام الان ماشي بحال الماضي. اليوم كاين الكره النسويه تطورت بزاف، كاين تغيير كبير، كاين اهتمام كبير. واش هاد الاهتمام والتغيير كان في ذاك الحقبه ولا ما كانش؟ يا ريت لو كان هاد الشيء في ايامنا حنا، هاد الشيء اللي زعما كيتهلاو فيهم بزاف د الحوايج. بحال هذاك الساعه ما كانش هادشي، وكانوا اللعابات صراحه
مزيانه يعني، يمكن احسن من المنتخب. انا تفرجت على المنتخب شويه، ولكن باقي خصهم شويه الخير. مازال خاصهم، مازال خاصهم. حنا سبقنا لوسات تي في، درت واحد الحوار مع التيغانو، تعرفي التيغانو؟ اه يا ودي صفنا عندنا في لوسات تي في، وتكلمنا على الجبنه الرسميه ديالو، قلت مزيان. التيغانو قاتلنا نفس الهضره، قالت يعني كاين اهتمام، كاين تحسن، كاين عناصر جيده في البنات في اللاعبات، ولكن مقارنه مع البنيه والامكانيات التقنيه والبدنيه مغايره تماما. انا ذاك كان البنات كانت خاصها هيهات باش تحمل ذاك القميص، خاص يكون فيه واحد الشروط قاسيه باش يمكن الرياري ذاك. كان المدرب السليماني كان كيقول لنا عندي 22 لعيبه وكلهم بحال بحال، ما كنبقاش ما كنعرفش شنو ندخل وشنو ندخل. البنات كانوا كاملين مزيان، واش ما كملتوش ما مشاوش؟ كملنا يعني، كاين البنات اللي خرجوا لاوروبا يمكن ما كملوش، ولكن انا كملت يعني حتى وصلت واحد السن اللي خصني نوقف. يعني كما قلت لك الان تكون يعني فيزيو في المانيا هو ماشي ساهل كيف تلعب. ما صراتش انكم تحققوا يعني القاب؟ الحمد لله تحققوا مثلا كاس العالم، تمشيو اطوار متقدمه. كانوا لعيبات مع الاسف، كانوا لعيبات بينهم كيعطيني ما كانش المهم الهضره بزاف استات احسن. اما في المانيا الحمد لله حققت بزاف ديال الالقاب مع في فرانكفورت وفي في فرانكفورت ومع البايرن من جنوب. الحمد لله حققتي. الحمد لله. خليك معنا فايزه. فايزه كانت الانطلاقه ديالها من هي من الجاليه، وجات لعبات في فريق هنايا في مدينه فاس، ولكن هي بنت منطقه ديال بنحال بني سادن من اصول امازيغيه، وهذا العرق وهذا الاصول ديالها خلاتها انها تكون شغوفه بواحد الموهبه اللي خلاتها انها تحول الحياه ديالها يعني تغير. اليوم فايزه ماشي هي فايزه الامس، انها لعبت كره القدم ولعبت المنتخب، داك الحب ديالها لواحد الفن خلاها انها تقلب الصفحه وتبدا صفحه جديده ديال الفن. فايزه اليوم هي فنانه كبيره معروفه هنا في المنطقه ديالها على المستوى الوطني وحتى المستوى الدولي. شاركت في مجموعه ديال المهرجانات وطنيا ودوليا، هي معروفه بفايزه اطلس، هي تسميوها هنا في الاطلس المتوسط وفي المنطقه ديال بولمان وفي النواحي، وتقريبا عندها جمهور قاعده كبيره حتى على المستوى الوطني، سموها بالايقونه الاغنيه الامازيغيه. ودابا انا ما كرهتش زعما كي كان عندنا الوقت بزاف ان تقدم لنا شي مقطع من الصوت، شي يعني مقطع من شي اغنيه، ولكن ما سميتو ما يكفيناش التوقيت، ولكن باختصار تهضري لنا على التجربه المهنيه ديالك في المجال الفني، وكيفاش تحولت يعني تغير المسار من مسار رياضي الى مسار فني، كيفاش جات هذه الفكره هذه باش انا كانوا عندي جوج مواهب اللي هي العزف على الكمان والكره، ولكن ما قدرتش نعدي بيناتهم حيتاش كنتريني. كنتي صغر؟ انا من الصغر كنلعب، عندي كان جنب 95 كتعجبني، وما قدرتش نعدل ما بين الفن والكره. حنا كنترينيو يوميا تقريبا جوج مرات في النهار، وكنرتاحو غير نهار السبت لحد يعني عندنا ماتش، ما كانش عندي وقت حتى وقفت يعني الكره. واللي قلت علاش لا انا نمارس الموهبه ديالي الفن، الحمد لله فايزه وقع دخلتي الفلوس الصريف من دابا فايزه دخلت دقت الفلوس ديال الغناء كلات على الكره. بالعكس ما كاين الفلوس لا في الكره ولا في الفن، والله ما كاين لا ثلاثه في راسك والله. يعني في الوقت اللي كنت انا فيه في الكره ما كانش واحد الاهتمام للكره النسويه، واخا في المانيا كان شي حاجه ولكن اللي تقدري تعيشي بها. وفي المغرب خلاص ما كانش كاع تقريبا، حنا كنعطيو من جيبنا باش نمشيو نلعبو. كنت نشوف حيتي دابا وليتي فنانة كبيرة، تشارك مهرجانات، تنقي سهرات، معاك فرقة ديالك، وليتي دابا يعني تديري هاد الشيء هذا، ودابا صافي بعدتي على الكورة كاع نسيتي كلشي. يعني شنقول لك الشهرة أكثر من كلشي. يعني فيزا وصلنا للختام ديال الحلقة اللي كنتي معنا أنا المضيف ديال لوسا تي في، تنشكرك مجددا على تلبية الدعوة. ولا تستقبل
كلمة أخيرة للجمهور ديالك، وكاين اللي مش ممكن اللي مسؤولين لهاد الشباب والشابات، شنو النصيحة اللي ممكن تقولي لهم للمستقبل؟ لا نقدر نقول لهم نتمنى المبتدئين يمشيو بطريقهم ويجتهدوا، اكيد غادي يوصلوا. والجمهور اللي كان بنقول له كنموت عليك وكنحمق عليك وكنتمنى ان شاء الله يكون عندي حسن في امان. شكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.